مشاهدينا الكرام، احنا موجودين دلوقتي داخل منطقه تجميل وتعبئه القاهره، هنتابع وهنشوف الاجراءات الاحترازيه اللي بتاخدها المنطقه للحفاظ على شبابنا المتردد على المنطقه من فيروس كورونا المستجد. وسعدنا مشاهدينا الكرام ان يكون معانا النهارده السيد العميد عبد الناصر محمد، مدير منطقه تجميل وتعبئه القاهره. اهلا بك يا فندم. اهلا بك يا فندم وباسره برنامج درع الوطن. احب انوه يا فندم في البدايه ان كل نطاق عمل المنطقه، كل من هو يتبع منطقه ومحافظه القاهره والاليويه. تمام. استاذ العميد عبد الناصر، الاجراءات الاحترازيه اللي بتاخدها المنطقه هنا للحفاظ على شبابنا المتردد على المنطقه. القياده العامه للقوات المسلحه فن متولي الموضوع ده اهتمام كبير جدا، وطبقا لتعليمات هيئه التنظيم والاداره للقوات المسلحه واداره التجميل والتعبئه، قامت المنطقه بعده اجراءات وقائيه واحترازيه كبيره. تمام. بتنقسم لثلاث مراحل. المرحله الاولى يا فندم بدايه من توافد الشباب على المنطقه من الخارج على البوابات، ثم المرحله الثانيه دخول الشباب على المنطقه والمراحل المختلفه للتطهير والتعقيم، ثم المرحله الثالثه تواجد الشبان داخل المعسكر وترحيلهم لمراكز التهريب المختلفه. طب ايه الاجراءات يا فندم اللي بتاخدوها انتوا على اول الشاب لما يجي على بوابات المنطقه؟ المرحله الاولى يا فندم بتشمل تواجد ضابط خارج المنطقه على البوابات بيدي تلقين يا فندم. التلقين ده عباره عن نبذه مختصره عن الفيروس وطرق الحمايه. تمام. وبنقول لشبابنا ونذكرهم بطرق الحمايه. تمام. منها يا فندم الارتداء الدائم للكمامات وعدم خلعها لاي سبب من الاسباب. تمام. الحفاظ على التباعد الاجتماعي والمسافات الآمنة بين الشبان وبعضها، عدم التصافح بالأيدي، حماية الآخرين أثناء العطس أو الكحة. لو فرضنا يا فندم إن الشاب معهوش كمامة وهو داخل عندنا يا فندم، بنوفر له كمامة. المنطقة مسؤولة تماما إنها توفر له كمامة. كويس. المرحلة الثانية اللي احنا موجودين فيها دلوقتي استاذ عبد الناصر، بداية من بوابات التعقيم، قول المرحلة دي بيتم فيها ايه؟ المرحلة دي يا فندم بيبقى الشاب خلاص بدأنا بعد التطهير المبدئي اللي من الخارج بيحصل يا فندم، بيبدأ بعد كده يتدخل جوه المنطقة. المرحلة دي يا فندم بيبقى فيها موجود من 2 إلى 3 طبيب على البوابات. كويس. مع أجهزة قياس الحرارة وأجهزة نسبة الأكسجين في الدم. كويس. ثم بعد كده يا فندم بيتوجه على مرحلة تطهير الأحذية، ومنها على الغرف اللي قدام حضرتك المسؤول عن التطهير والتعقيم، ثم بعد كده بتحرك على الاحواض اللي موجوده على اليمين الشمال لغسيل الايدي بالميه والصابون. تمام. ثم نقطه رش مطهرات المعقمات، ومنها التحرك الى المعسكر. طب المرحله الثالثه والاخيره لعمليه التعقيم سيد العميد عبد الناصر، اللي هي مرحله تواجد الشباب داخل معسكر الترحيل. المرحله الثالثه يا فندم الشاب خلاص دخل جوه المنطقه بعد المراحل المختلفه للتطهير، بنبتدي نرحب بالشاب ونبتدي ندخله جوه المظلات طبقا لنقط التباعد الاجتماعي اللي موجوده بينها وبين بعضيها بفاصل مختلفه، ثم بنعمل معاه لقاء معنوي ونبتدي يشاهد فيلم من اخراج اداره الشؤون المعنويه من 5 لـ7 دقيقة بيقول دور القوات المسلحه في مجابهه فيروس كورونا المستجد. تمام. استاذ العميد عبد الناصر، دي المرحله الثانيه لعمليه التعقيم هنا داخل المنطقه، بتبتدي من تعقيم الاحذيه ثم بوابات التعقيم، والنقطة الثالثة اللي هي غسيل الأيدي. كلمنا سيادتك عن تمام. المرحلة الثانية دي يا فندم تعتبر المرحلة الرئيسية في التطهير والتعقيم، وهي بالنسبة لحضرتك زي ما حضرتك شايف إن الشاب بيتوجه بعد ما بيخلص غرف التعقيم بيدخل على الأحواض اللي موجودة غسيل الأيدي بالمية والصابون. تمام. ثم بتوجه بعديها على نقطة رش المطهرات والمعقمات. تمام. ودي تعتبر المرحلة الرئيسية اللي بيتم فيها مراحل التعقيم والتطهير داخل المنطقة. تمام. قبل ما اتوجه للمرحله الثالثه فندم. تمام. دي المرحله النقطه الاخيره في المرحله الثانيه. تمام يا فندم. اللي هي تعقيم الايدي بالمطهرات والمعقمات. تمام. تمام يا فندم. بعد كده المرحله بقى الثالثه. المرحله الثالثه فندم توجه الشاب الى معسكر الترحيل، بينتظر تحت المظله يا فندم لغايه ما تبتدي في اجراءات الاحترازيه داخل معسكر الترحيل. ممكن نشوف المرحله دي يا استاذ عمر؟ اتفضل يا فندم. ماشي. اتفضل فندم. مشاهدينا الكرام، دي اخر مرحله من مراحل التعقيم والاجراءات الاحترازيه اللي بتاخدها منطقه تجديد وتعبئه القاهره للشباب اللي بيتم ترحيله لمراكز التدريب. احنا النهارده موجودين داخل معسكر الترحيل، وسياده العميد عبد الناصر قول لي دي المرحله الثالثه من مراحل الاجراءات الاحترازيه اللي بتاخدها المنطقه لسلامه ولادنا اللي هم هيترحلوا على مراكز التدريب. تمام يا فندم. بعد انهاء المرحله الثانيه من التعقيم والتطهير يبتدي شباننا يتوجهوا على المعسكر، بنستقبلهم ونبتدي
يقعدوا طبقا للمسافات الامنه والتباعد الاجتماعي زي ما حضرتك شايف داخل المظله، وطبقا لتعليمات هيئه التنظيم والاداره والقوات المسلحه واداره التجنيد والتعبئه، تم التنسيق مع اداره الحرب الكيميائيه لضم طاقم تطهير وتعقيم متواجد بصفه مستمره خلال فتره الترحيل للعمل قبل وبعد اجراءات العمل اليوميه اثناء الترحيل. تمام. استاذ العميد عبد الناصر، النهارده يعني نصيحه توجهها لهؤلاء الشباب، شباب مصر الغالي اللي هو هيبتدي حياته العسكريه وهتبتدي العمليه التجنيديه بتاعته وهيترحل النهارده على مركز التدريب بتاعه. زي ما حضرتك عارف ان القوات المسلحه مؤسسه منضبطه وتعتمد على الانضباط والالتزام، فانا بنصح شبابنا بالالتزام والانضباط والتحلي بحسن الخلق وبذل الجهد والعرق اثناء التدريب لانه اساس الفرد المقاتل. تمام. سياده العميد عبد الناصر، رساله طمانينه النهارده لاسر هؤلاء الشباب تقول لهم ايه النهارده؟ احب اطمنهم واقول لهم انتوا في بيتكم كبير القوات المسلحه. انا بشكرك يا فندم، كتر خيرك. انا بشكرك. شكرين يا فندم.